السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الرابع العلمي. درسنا لهذا اليوم بداية الكورس الثاني اللي هو الضوء. الضوء هو شكل من أشكال الطاقة، لطالما حير العلماء في دراسته، بدءا من العلماء الإغريق الذين كانوا يعتقدون أن الضوء يصدر من العين فيسقط على الأجسام فيحدث عندها الإبصار. لكن جاء العالم الإسلامي اللي هو ابن الهيثم وقال بالنص إنها تصدر عن كل نقطة من نقاط الجسم فتصل إلى العين وتنقل إليها وإلى المخ صورة الشيء، أي أن الضوء يسقط على الأشياء فينعكس منه هذا الضوء، يدخل إلى العين ومن العين إلى المخ فيحدث الإبصار. بقى هذا الاعتقاد سائد لعدة قرون إلى أن جاء العالم إسحاق نيوتن ليضع أول نظرية علمية في الضوء. من خلال هاي المقدمة حبايبي سوف ندرس التالي. لاحظ أنه أنا هنا اللي راح أدرسه النظريات التي اهتمت بالضوء وما هي الظواهر التي فسرتها وما لم تفسرها عن الضوء، وسنتعرف أيضا على طبيعة الضوء وانتشاره عبر الفراغ، والمعنى الهندسي للمصدر الضوء النقطي. ما هو مصدر النقط؟ مبدأ هايجنز من ضمن النظريات اللي تطرق لها علماء العالم هايجنز، راح نتعرف من هذه النظريات في انتشار موجات الضوء. نتعرف على وحدة قياس السيل الضوئي، قوة الإضاءة، شدة الاستضاءة. نتعرف أيضا على العلاقة بين السيل الضوئي وقوة الإضاءة، ونشتق علاقة بين الإضاءة أو قوة الإضاءة وشدة الاستضاءة. خلال هذه المقدمة حبايبي أنه إحنا راح نشوف أنه هذا الضوء بس علم جدا راقي وأسهل من ما درسته بالفصول المتقدمة، وهو نبراس العلوم الحديثة الحالية، وكل ما نبدأ نعيشه هو من خلال النظريات اللي درست الضوء. إن شاء الله نشوف الدرس حلو حبايبي، انتظروني على الشريحة الثانية. طبيعة الضوء وانتشاره. هنا النظريات التي تحدث على الضوء والنظرية الدقائقية للعالم إسحاق نيوتن. فسر الضوء بأنه سيل من الجسيمات الدقيقة وصغيرة جدا، دعاها بالدقائق المنتشرة في وسط الماء. راح ألاحظ هذا الشكل الأمامي، إنه هاي النقاط الحمر هي جسيمات انتقلت في وسط ماء كالهواء، انعكست منه، وهنا الزجاج انكسرت منه، وهنا حافة حادة مشت بسير بخطوط مستقيمة. راح يتراءى لي السؤال التالي، يقول إن أنا هنا ما هي الظواهر التي نجحت النظرية الدقائقية في تفسيرها؟ قال لك الجواب الانعكاس، الانكسار، انتشار الضوء بصورة بخطوط مستقيمة في الوسط المتجانس. هذه الظاهرة، هذه النظرية عفوا، فسرت لي هذه الظواهر فقط، لكن الضوء عنده ظواهر مختلفة كالحيود والتداخل والاستقطاب والاستطارة، ومستقبلا إن شاء الله راح تدرس الضوء بشكل دقيق. هنا فشلت أو ما فسرت هاي النظرية، نظرية نيوتن، ظواهر الحيود والتداخل وإشعاع الجسم الأسود. هاي الظاهرة اللي دوخت العلماء. إذا أنا هنا ظهرت عندي النظرية الدقائقية، راح نتقبل من عدها ما يفيدنا، ونشوف النظريات الأخرى ممكن أن تفسر لي ظاهرتي الحيود والتداخل أو إشعاع الجسم الأسود. راح نشوف بالشريحة الثانية إن شاء الله، انتظرني وياي. النظرية الثانية نظرية الموجية لهايجنز. وضع العالم هايجنز نظرية أن الضوء عبارة عن موجة، وقد أجرى تجربة على الشكل كما في الشكل من مصدر نقطي كالشمعة. لاحظ أنه أنا هنا عندي هذا المصدر النقطي للشمعة، شوف تكونت عندي موجات. الموجات اللي راح أشوفها تتحرك بشكل موجات على شكل أقواس. هاي الأقواس من راح أجي أشوفها هنا، لاحظ أنه أنا الموجة الأولى ظهرت من المصدر النقطي والشمعة،
كونت موجات صغيرة، راح نشوف المبدأ هايجنز بشكل دقيق في شريحة أخرى. لاحظ أنه أني هاي الأقواس هي عبارة عن شكل موجي. أين المادة بالموضوع؟ المادة بالموضوع أنه هنا نيوتن قال أنه هي نقاط. النقاط لو تجي هنا، النقطة راح تطلع بشكل مباشر بخط مستقيم، ما راح تجي تروح على ذاك الشق الثاني. فإذا ليش نقول النظرية الدقائقية فشلت في التداخل، لكن النظرية الموجية نجحت في التداخل؟ وهذا التداخل اللي ظهر عندي راح ندرسه مستقبلا إن شاء الله. راح نشوف أنه أنا هنا التداخل بين الموجة الكبيرة وموجات صغيرة تتداخل فيما بينها، تكونت عندي هدوء مظلمة مضيئة، راح تتعرف عليها إن شاء الله بالصف السادس العلمي بمبدأ بشقي يونغ يسموها، استند إلى نظرية الموجية لهايجنز. كذلك الحال، لأن هايجنز إجا إيش قال لي؟ قال لي إنه اشتغل على، ظهر عندي سؤال هنا، ما هي الظواهر التي نجحت بها النظرية الموجية؟ نجحت بالانعكاس والانكسار والتداخل والحيود. لاحظ شوف الحيود هنا من هذا الموجة المائية. الموجة اللي عندي أنا هنا، بس تشتغل شوية. لاحظ أنه أنا هنا موجة جاية عدلة، لا أعطاني حاجز كبير من الماء، شق ضيق. شوف هذا الشق الضيق، الشق الضيق، شوف تكونت الموجات الكبيرة. هاي الموجات ألاحظها أنه أنا هنا، هاي الموجات شوف هي مصدر جديد، كأنه أنا هنا من هذا الشق الضيق تكون المصدر الجديد. إذا نجحت في الحيود، نجحت في التداخل، نجحت في الانكسار، ونجحت في الانعكاس. هذه النظرية الموجية لهايجنز. راح نتعرف إن شاء الله على النظرية الثالثة، وهي نظرية ماكسويل، في الشريحة القادمة. شكرا. الطبيعة أو طبيعة الضوء وانتشاره في نظرية الكهرومغناطيسية لماكسويل. عبر عن الضوء بأن كل شعاع ضوئي هو عبارة عن موجة كهرومغناطيسية، وبذلك عزز النظرية الموجية من جديد، واعتبر الموجة الكهرومغناطيسية متعددة الأطياف تعتمد على تردد وطول تلك الأطياف. وأن طيف الضوء المرئي اللي هو يهمنا دراستنا في هذا الفصل، اللي هو طيف الضوء المرئي أو الضوء بشكل عام التي تدركه العين فيحدث الإبصار، يتراوح طول الموج بين 400 نانومتر إلى 700 نانومتر، من أقصر طول موجي وهو البنفسجي إلى أطول طول موجي وهو الأحمر. الشكل يوضح الطيف الكهرومغناطيسي الذي يوضح للضوء المرئي من ضمن هذا الطيف. لاحظ أنه أن هذا الطيف الكهرومغناطيسي شباب، أنه يبدي من ذو الأطوال العالية إلى الأطوال القصيرة، والعكس، كل ما يكون طول الموجي عالي كل ما يكون التردد قليل، والعكس من كل ما يكون التردد عالي فيكون طول الموجي قصير، من خلال العلاقة F تساوي C على المدى. هذا ما وضعه العالم ماكسويل. F يتناسب عكسيا مع طول الموجي بثبوت منه، ثبوت سرعة الضوء. سرعة الضوء هي 3 في 10 أس 8 بالفراغ متر على الثانية. لاحظ أنه أنا هنا لو نجي نتناقش معكم على الأطوال الموجية، من الأطول طول موجي ذو تردد منخفض سمى ليها الموجات الراديوية، طويلة بها متوسطة طويلة وموجة قصيرة. هنا الموجات اللي بعدها اللي هي موجات الرادار. بعدين تجي الموجات تحت الحمراء. ليه سماها تحت الحمراء؟ لأن إنه أنا أول طول موجي أقدر تدرك العين ذو طول موجي عالي هو الأحمر. الأحمر أشوفه إنه أني ألاحظه من مسافات بعيدة لطول الموجي، بدليل إنه أنا أشوف الباك لايت مال السيارات. الباك لايت كليته يسوي لك إياه باللون الأحمر. ليش يسوي لك إياه باللون الأحمر؟ حتى من مكان بعيد يثير انتباهي وأجي أشوفه. ليش؟ لأنه طول موجي عالي. أشوف إنه أنا طول الموجي الأحمر هنا أكو مكتوب 750، وأنا ذاكركم 700. اكو بعض الحالات وجدوها علميا، العلم الحديث، انه تتحسس البشر كالطفل
أو ذو الحدة العالية، إنه يشوف الأطوال 750 نانومتر. لكن المستوى العام هو يبدي من 700 نزولا إلى 400، هو البنفسجي. لاحظ أنه أنا هنا في هذا المعادلة، عفوا، من هذه المعادلة F يساوي C على من لمدا، راح نطبق عليها معادلات حسابية لإيجاد الطول أو التردد للون المعين كالأخضر أو الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر أو أي لون تقدر أنت تختاره، أو يعرف لك اللون من خلال طول الموجي وتردده. اجي بعدين انه العالم بلانك قال، راح نشوف درس بلانك ان شاء الله بشريحه جديده مع تطبيق القوانين او المسائل الحسابيه لحل امثله الكتاب مثال 1 ومثال 2 صفحه 86. شكرا. راح نشوف التطبيقات الرياضيه اللي عندنا في هذا الفصل. أول تطبيق هو لإيجاد تردد الضوء، نطبق قانون F يساوي C على المدى لإيجاد التردد أو الطول الموجي، وسرعة الضوء هي هنا ثابتة. ملاحظة عندنا لتحويل الطول الموجي من نانومتر إلى متر نضربه في 10^9 حتى يتحول إلى متر، لأن أنا حسب ما اتفقنا بالكورس الأول أنه ما يجوز استخدام بادئات الوحدات حسب النظام العالمي للوحدات. راح نشوف المثال التالي. يقول احسب تردد الضوء البنفسجي الذي طوله 400 نانومتر، علما ان سرعة الضوء بالفراغ هي 3^10^8 متر على الثانية. اول شيء هنا راح اشتغل هنا على كتابة ما معطى عندي اللي هو طول موجي وسرعة الضوء، والمجهول هو التردد. ثلاثة اف ولمدا وسي، ثلاثة موجودات خلال القانون التالي F يساوي C على لمدا. راح نطبق تطبيق مباشر، 3^10^8 هي سرعة الضوء، و400 في 10^9 اللي هي طول الموجي. راح أشوف أنه أنا هنا الصفرين راح تروح عندي، ويا -9 هيبقى لي قد -7 4 3 عفوا على 4 قسمها قسمة طويلة راح تطلع لي 75%، وال10^8 على 10^7 هي 10^15 عند ضرب نطرح عفوا قسمه نطرح الاسس. راح اجي اشوف هنا الظاهره الجديده او النظريه الجديده اللي ظهرت لي من بعد النظريه الكهرومغناطيسيه. هنا من الجدير بالذكر ان هناك ظواهر اخرى اخفقت النظريه الكهرومغناطيسيه في تفسيرها، مثل ظاهرة إشعاع الجسم الأسود والظاهرة الكهروضوئية، والتي فسرت لاحقا من قبل عالم ماكس بلانك. إذا افترض أن الضوء لا يشع من مصدره على هيئة موجات بل على هيئة رزم محددة من الطاقة غير قابلة للتجزئة تدعى الكمات أو الفوتونات. هذه طاقة الفوتون أو طاقة الكم الضوئي أو الفوتوني تتناسب طرديا مع تردد إشعاعه، أي أنه E يساوي HF. HF هو هنا ثابت بلانك في التردد، راح ينطيني طاقة الفوتون أو الحزمة الفوتونية اللي يتحرك بها الجسم، حيث أن E هي طاقة الفوتون لازم تكون بوحدات جول، والثابت بلانك هو 6.63 في 10^-34. هنا شوية ما واضحة عندك، صار عندك عبالك ناقص 34، هي 10^-34 جول في سكند، هذا يمثل لثابت بلانك. وF هو تردد إشعاع بوحدات الهيرتز. راح نتعرف على كيفية التعامل مع هذا القانون وربطه بقانون F يساوي C على لمدا في الشريحة القادمة. شكرا لكم. السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الرابع العلمي. موضوعنا لهذا اليوم هو قوة الإضاءة والسيل الضوئي. راح نتعرف اليوم على قوة الإضاءة وما هي الاستضاءة، موضوعين كان المفروض أنطيك إياهم بداية الفصل، لكن أنا انتظرت حتى تعرف الضوء ما هو الضوء وما هي النظريات اللي تطرق عليها علم الضوء. راح نعرف أنه لدينا مصادر، نوعين من المصادر الضوئية، المصادر المضيئة والمصادر المستضيئة. راح اجي اشوف هنا عندي مصدرين اساسيين في حياتنا اللي تاثر بالعين ونحس بالضوء، هي المصادر المضيئه اولا،
التي ينبعث منها الضوء مباشرة كالشمس، الشمعة، المصباح الكهربائي. من أجل أشوف أنه هنا الشمس، الشمعة، المصباح الكهربائي، أنه ثلاث مصادر أساسية أو مضيئة تتحول فيها أشكال الطاقة المختلفة إلى ضوء. الشمس تتحول من طاقة نووية، طاقة حرارية، كهرومغناطيسية إلى آخره من الطاقات. النتيجة اللي تظهر من عندي طاقة ضوئية. الشمعة كذلك، الشمعة راح تتحول فيها طاقة كيميائية كالاحتراق، احتراق الخيط موجود بالشمعة. هذا شكل مضيئكم بالكتاب، شكل شمعة إنه نعتبره كمصدر مضيء. والمصباح الكهربائي كذلك تتحول فيه الطاقة الكهربائية إلى ضوئية. لكن من نجد عرف عن المصادر المضيئة أو العفو المستضيئة، المصادر التي ينعكس عنها الضوء فتبدو إضاءتها أو استضاءتها كالقمر والكواكب والمرآة. لاحظ هذا الشكل، هذا القمر، قمر اسمه مضيء، مستضيء عفوا. ليش مستضيء؟ لأن يعكس الضوء من الشمس فيبدو لنا القمر. كذلك الحال في الكواكب، من أجل نشوف كوكب الزهرة، كوكب عطارد، ومن الكواكب السيارة اللي محيطة بالكرة الأرضية، كل هذه مستضيئة من إضاءتها الأساسية، إضاءتها من الشمس. المرآة أبسط مثال نقدر نشوفه. إذا أنا عندي مرآة واقف في مكان الظل، واقف بالشمس وأعكس ضوء الشمس في مكان الظل، راح أشوف أنه ضوء الشمس ينعكس في مكان الظل بكل بساطة. كذلك الحال في وجوهك، وجوهنا، الألوان. مثلا هاي البنين لابسة أصفر، ليش أصفر؟ سقطت أشعة الضوء من مصباح كهربائي مثلا هنا، وانعكس فقط الضوء الأصفر اللي أشوفه أنه هذا الكوت مالتها أصفر. لو لاحظنا اختلاف المصادر الضوئية في إصدارها للضوء، هسه راح أتعرف على من؟ على قوة الإضاءة. ركز لي هنا بين الإضاءة من المضيء والمستضيء، راح ندرس إن شاء الله الاستضاءة. فأنا هنا أول شيء أعرفه لازم أعرف شنو الإضاءة. إضاءة عرفتها من تأتي من المصادر المضيئة، والمستضيئة ما لها دخل، ما لها دخل بالإضاءة، عليها بقانون الاستضاءة إن شاء الله راح نعرفه خلال دراستنا لهذا الفصل. لو أتعرف على الإضاءة، مصادر مضيئة، لوجدنا الشمس إضاءتها أكثر. أكو هنا هاي قارن لي وين؟ بين الشمس والمصباح، اثنيناتهم مصادر مضيئة. ليش هنا قارن بين الشمس والمصباح؟ هنا الأكثر إضاءة منين؟ من الشمعة مثلا. هنا بدأ من الأعلى للأقل للأقل، أقوى إضاءة شمس، بعدين يجي المصباح الكهربائي، بعدين تجي الشمعة. إنهم كلهم مصادر مضيئة، لكن هذا الاختلاف يعود إلمن؟ لقوة الإضاءة. قوة الإضاءة كل مصدر، أي اختلاف المعدل الزمني للطاقة المنبعثة، أي قدرة الإضاءة. تذكر قانون القدرة اللي درسته العام بالصف الثالث متوسط؟ القدرة تساوي المعدل الزمني للطاقة. الطاقة كانت ماخذها E تساوي P في T، لكن أنا هنا نشرح أدروس، راح أدروس P هي E على T. من قدرة الشمس أعلى من قدرة المصباح، والمصباح أعلى من قدرة الشمعة. راح أتعرف أيضا راح نتعرف على قوة الإضاءة والسيل الضوئي من خلال هذه الشريحة. لاحظ تقييم تأثير الأشعة الضوئية في العين، تستعمل كمية فيزيائية تسمى السيل الضوئي. السيل الضوئي هو ذلك الجزيء من سيل الإشعاع الذي يولد إحساسا ضوئيا في العين. إذن هو مقياس لقوة الإضاءة. إذن آني قوة الإضاءة راح تعتمد على اليمن، على ما، على طاقة الضوء أي قدرة الضوء. من أجل آني هذا السيل الضوئي راح يجي يسقط على سطح كروي. ليش استاذ سطح كروي؟ لأن أنا هنا ندي يقول يولد إحساسا في العين. العين شكلها مربع لكروي، أكيد كروي. راح أجي أشوف هنا سطح العين، هذا سطح عين، سطح كروي. راح يدخل لي سيل ضوئي من خلال بؤبؤ العين مقداره 4 باي آي. شنو 4 باي أستاذ؟ تذكرون المساحة المجسمة في الكورس الأول
هي الزاوية المركزية المجسمة التي تقابل جزء من سطح كروي مساحته بقدر مربع نصف قطر تلك الكرة، وتقدر بوحدات الاس ار. شوف هنا الاس ار، هنا وحدة قياس الزاوية المجسمة، نطبقها شنو؟ 4 باي ار تربيع، هاي مساحة محيط الدائرة على نصف القطر، ار تربيع، الار تربيع والار تربيع شو راح يبقى لي؟ راح يبقى لي 4 باي، هاي عنها 4 باي. ال 4 باي مضروبة في الاي اللي هي قوة الإضاءة، حيث أن اي تمثل قوة الإضاءة بوحدات الشمعة القياسية سي دي. هاي السي دي تتذكرها وين سمعتها؟ سمعتها أيضا بالفصل الأول، بالكورس الأول. الكميات السبعة الأساسية اللي عرفناها بدءا من الطول، الكتلة، التيار الكهربائي، كمية المادة، وصولا أو درجة الحرارة، نعم كل هذني وصولا إلى آخر وحدة تذكروها كانت تسمي لياها قوة الإضاءة. وحدة قياسها شنية؟ وحدة قياسها السي دي اللي هي كندامسين دينسيتي، أي الشمعة القياسية. الشمعة القياسية هي قوة الإضاءة، وحدة قياس قوة الإضاءة انتنسيتي اي. تذكرون قلت لكم راح ندرسها إن شاء الله بالكورس الثاني، اجا وقتها. إذا أنا هنا راح يعرف الفاي هو سيل الضوئي بوحدات جديدة اسمها ال ام. شنو ال ام استاذ؟ يسموا ليها اللومن. اللومن من اجا عرف اللومن هو السيل الساقط على وحدة المساحة 1 متر مربع. هذا السيل يوجد مقداره، مقداره شمعة قياسية واحدة اسمها سي دي. يعني هذا السي دي الواحد من يسقط على متر مربع راح يطلع لي اسمه لومن. هذا السيل الساقط على وحدة المساحة متر مربع من سطح كروي نصف قطره متر واحد يقع في مركزه مصدر الضوء. العين ايش بيها المركزي هذا؟ غير البؤبؤ، وين ما يدخل الضوء من البياض لا من السواد، وكل السواد بس بالبؤبؤ مال العين. فبالتالي أنا اللي راح يسقط عندي وين؟ بمركز إضاءة العين اللي هو دخول العين من البؤبؤ، تسمى قوة الإضاءة بالشمعة القياسية الواحدة، واحد في متر مربع. إذا أنا وحدات الفاي بدل ما أقول لومن أقول أني سي دي أس آر. سي دي أس آر، الأس آر شنو أستاذ؟ زاوية نصف قطرية، زاوية مجسمة، زاوية مجسمة اسمها أس آر. راح أعرف أنه أنا هذا تطبيقات إليه بالسؤال القادم إن شاء الله بشريحة جديدة.